فقرتنا الحقيقة مع شخصية هامة جدا وعزيزة علينا وبننتظرها على فترات وبنسعد لما يكون موجود معانا. هنتكلم معاه الحقيقة وهو الدكتور بسام الشماع عن أهم الأحداث الأثرية اللي حصلت في 2015، وبالتأكيد هنستفيد منها إزاي، هنعرف تاريخنا كويس إزاي، كل الاكتشافات الأثرية الجديدة وأحوال الأثريين وأسئلة كتير هنكلمها مع دكتور بسام الشماع عضو جمعية الدراسات التاريخية. دكتور منورنا، منورك، وحشتنا، ونهارك دايما سعيد. نهاركم ونهار مصر كله سعيد. أهم الاكتشافات الأثرية في 2015، ودايما بننتظر الجديد وكل الأخبار الجديدة من حضرتك الخاصة بمجموعاتنا الأثرية. 2015 كانت سنة مميزة قوي في الاكتشافات وفي الأحداث اللي لها دعوة بالتاريخ المصري والآثار المصرية. عظيم. العالم كله اتكلم علينا أكتر من مرة، في مرات اتكلم علينا بطريقة إيجابية جدا جدا، ومرة تانية اتكلم بطريقة إيجابية لأن اتظلمت الآثار المصرية، ومرة وقف جنبينا الشعوب الأجنبية لصالح آثارنا. ففيها زخم، مستخدما الكلمة الجديدة اللي احنا بنستخدمها كتير، في زخم في عالم الآثار دلوقتي. ولكن نستطيع ان احنا نقول ان اكتر اتنين واخدين المركزين الاول مكرر في الحوادث ديت هي دراسة هرم خوفو بالحراريات، ادي حاجة، وتاني حاجة نيكولاس ريفز البريطاني اللي راح الى مقبرة توت عنخ ايمن اللي هي المقبرة رقم 62 اللي احنا خطأ بنسميه توت عنخ امون في وادي الملوك، وحاول يثبت فيها ان المقبرة دي 80% منها مش بتاعت توت عنخ ايمن، بتاعت نفرت ايتي اللي هو بيعتقد ان هي مامته. طيب نمسك الاولين، للتانية دي قصة خطيرة وحنعملها ريفيو. كويس ان حضرتك قلت هو بيعتقد. هو بيعتقد. لان احنا هنطلع الكلام ده طبعا مش مظبوط. تعال نمسك الاولانية لانها الاهم، معانا حبة صور كده. ايه الفكرة؟ الفكرة ان احنا نعمل حاجة اسمها ثيرموغراف. ايه ديت؟ عبارة عن حراريات، اجهزة حديثة جدا. ايوه. توب نوتش تكنولوجي، تكنولوجيا عالية جدا. وانت عارف انا دائما وابدا لما بجيلكوا هنا ببقى شوية ناقد لفكرة ان انت تشتغل جوه المقبرة او تشتغل جوه الهرم او تعمل ثقب جوه الهرم. الكلام ده حصل في الماضي واعترضت عليه اعتراض كبير جدا. نيكولاس ريفز جوه مقبرة توت عنخ ايمن برضو كان عندي اعتراضات معينة عليه، ولكن الكشف بتاع الهرم اللي انا بقولك عليه ده اثنيت عليه، ما اعترضتش عليه، بالعكس شجعته. بالرغم انه تم جوه؟ لا، لانه تم بره. عشان كده انا مدحته. اتنين، كيف تستخدم التكنولوجيا بدون الكابلات الكبيرة الضخمة اللي انا بتخوف منها جدا لما بتبقى قريبة من الاثر لو حصل فيها حاجة، يبقى دي مش موجودة برضو بشكل ايه، بشكل كبير. الصورة ديت يا فندم صورة موضحة للي هيحصل وهتسمعوا عنه اخبار بعد الدراسات. هي دي الصورة دي فين؟ ده الاحجار اللي حضراتكم شايفينها دي في هرم خوفو، واحد من 123 هرم في مصر. عدد الاحجار زي اللي حضراتكم شايفينها دي اكبر واصغر 2,300,000 حجر. يبقى هرم واحد المصري العظيم استطاع ان هو يحط فيه 2,300,000 حجر. هيعملوا دراسة بان هم عايزين يكشفوا الحراريات، الحرارة، درجة الحرارة بتاعت الاحجار دي ايه. طب ده هنستفيد منه ايه؟ نستفيد منه ان درجة الحرارة بتاعت الحجر، أيوة، تديني ايه اللي جنبيه، ايه اللي جواه، ايه اللي وراه. فلو في اي غرف او سراديب احنا ما نعرفش عنها حاجة، وبالتأكيد لسه هرم خوفو ما قلناش كل الاسرار بتاعته، هيتعرف. فبالفعل جابوا الاجهزة وجابوا 4 دول باربع تحفة والناس بتشتغل كويس وسراع، وراحوا مطلعين مفاجأة. المفاجأة قدام حضراتكم اهي، يعني الأستاذة المخرجة ماشية مع كلامي ايه كأننا يعني كنا في حاضرين المحاضرة سوا النهاردة الصبح. اللي انتوا شايفينه تحت ده حضراتكم ملناش دعوة فوق، خلينا نتكلم على الاتنين الملونين تحت دول. ده التلوين ده شكل حراري او شكل ده الحراريات اللي بنتكلم عليها. كويس، ركزوا يا شباب لو تسمحوا في الصورة الملونة اللي على اليمين دي، هتلاقوا اللي هي الحمراء في الاصفر. الله ينور. بس نستنى هنا شوية بقى. لقوا ان احجار الهرم كلها درجات حرارتها بتتفاوت ما بين 0.1 و0.5، عشان يعني كده الالوان اختلفت، درجة مئوية اختلف الالوان. بس خلينا نركز في الرقم ده، اعلى حراريات في الحجر نص درجة مئوية، يبقى من 0.1
ل 0.5 ديجريز سلسيوس او ديجريز سنتيجريد. حلو. درجه مئويه. تمام. اتظبط كده. تمام. الهرم كله زي الفل. جم لقوا تلات احجار درجه الحراره بتاعتهم 6 درجه مئويه. متخيل من نص لسته. لا تاني معلش يا دكتور بسام، تلات احجار فقط بس اللي قدام حضراتكم دول اللي لونهم محمر شويه دول. فاذا التلات احجار دول اصبحوا اشهر تلات احجار في العالم في يوم من الايام في 2015. عشان كده اخترتها لكم تبقى اول حادثه هامه حصلت في الاثار العالميه والمصريه. واضحه جدا. طيب الاحمر ده ايه حضرتك، وايه حكايه الست درجات مئويه؟ ليه التلات احجار دول الست درجات المئويه بتاعتهم تفرق عن الاحجار التانية؟ ايوه. قال لك لان ممكن يبقى الحجر ده في حاجه اسمها فيشر. فيشر، اشكرك كده مظبوط. اهو من فوق باين الدايره اللي بتوضح، على الشمال الاحجار التلاته اصليه، يعني الصوره اللي حضراتكم شايفينها فوق وتحت على الشمال دي اصلي، مش بتاعت كمبيوتر. دي صوره ملقوطه متصوره اصليه. اللي على اليمين ده الثيرموجرافي، ده الصوره الحراريه بتاعتها، وواضح جدا الاحجار اللي على اليمين هي الاحجار اللي على الشمال هي الاحجار اللي فوق. طيب ليه الثلاث احجار دول درجه حرارتهم اعلى من بقيه الاحجار بتاعت الهرم؟ السؤال الاجابه بتاعته الاتي: يا اما يكون في فيشرز. يعني ايه فيشرز؟ يعني شقوق جوه الحجر او براه يخلي الحراره جوه تعلى. طيب دي نمره واحد، هتفيدنا في حاجه الفيشرز دي لو طلعت النظريه انها فيشرز؟ لا، مش هتفيدنا كتير في الاكتشافات اللي احنا عايزينها او في الامل او في الحلم اللي احنا عايزينه. مش كده؟ فهتبقى شويه داون، هنصاب شويه بالاحباس. ايه بس اكتشاف برضه، لكن ايه مش هو. طيب نمره اتنين، قال لك في احتمال كبير ان ده يبقى معناه ان ورا التلات احجار ديت يوجد ممر ما او فيكنسي ما، فضاء ما. حلو. خد بالك من حضرتك ديت. ثلاثه، جم الناس بتوع وزاره الاثار قال لك بره المنطقه دي ممكن كان يبقى في ممر متكمل لغايه جوه، يبقى في ممر شغال من بره الهرم يعدي على المنطقه بتاعت التلات احجار دي ويكمل جوه الهرم كمان. ده يبقى اكتشاف خطير. طيب اصل إيه ممكن تكون بعض النظريات بتقول ان ممكن تكون نتاج ترميم حصل في الجزئيه دي من الاحجار. لو بصينا للحجر كويس مش هنلاقي فيه زي ما حضرتك شايف على الشمال تحت مكبر اهو. مفيش اثار ترميم. في اثار ترميم، بل بالعكس ده في اثار كسر. يعني بتنفي النظريه دي تماما. تمام. ما احنا بنعمل ايه؟ احنا بناخد كل النظريات المحترمه ونبدا نعمل حاجه اسمها تيكينج اوف. تقول ايه تيكينج اوف دي؟ لا اشتغل عليها. دي لا دي لا دي لا. هيتفضل لك في الاخر حاجه. الصور دي اخدناها وطنابي وطلع بيها على اليابان، قال شهر وهرجع لكم النتائج. عظيم. فاحنا في انتظار نتائج اليابان. انا بقول لحضرتك بقى املي واعتقادي زي ما اعتقاد كده قرأناه. يا ريت. التلات احجار دول وراهم من الممكن جدا ان يكون هناك فضاء، فيكنسي، حته فاضيه، فراغ. طيب ده يمكن يبقى ايه؟ انا بقول يا رب، يعني بتمنى ده وبعتقد ده زي اعتقاد ناس كتير، انه المدخل الاصلي لهرم خوف. المدخل الرئيسي. الرئيسي الاصلي. الاصلي مش اللي موجود دلوقتي. انا قلت الاصلي قبل الرئيسي. واعنيها حضرتك. يعني ده تصريح على الهوا اهو. ليه؟ لان اللي حضرتك بتخش منه دلوقتي ده مش المدخل الاصلي بتاع الهرم. ده عامله الخليفه المامون لما حبوا يخشوا يدرسوا الهرم من جوه يشوفوا فيه ايه، فراح مكسر في اي حته وراح داخل وعمل لينك. ما هو حتى المدخل نفسه مدخله صعب. وتعمل وتوطي والسقف بتاعه مش شغل مصري قديم. مصر القديم هيعمل لك السقف عامل ازاي؟ سموث ناعم يمين شمال. مدخل. طيب اللي يقول لك بقى ان الفتحه اللي حضراتكم تخشوا منها دي مش الفتحه الاصليه، خلاص اقنعناكم دي، خد بقى الاقناع التاني. ولا هو مدخل من اصله. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني الاهرامات ما فيهاش مداخل. تقول لي يعني ايه اهرامات ما فيهاش مداخل؟ اقول لك انت بتسميها مداخل او انت عملتها، خد بالك، وانت فتحتها. لكن المصري القديم لا هو عملها علشان الناس تخشها ولا حاجه. المصري القديم كان عاملها عشان يدخل التابوت بتاع الملك ويعملوا الطقوس بتاعه الدفن ويقفل ويروحوا طالعين اقفل، ومفيش سياح هيخشوا بعد كده.
يعني هو خوف عملها عشان السواح يزوروه. انت اقنعتني على فكره دلوقتي بكلمه بسيطه جدا. هو مش عاملها عشان حاجه، هذه المعابد يا جماعه وهذه المقابر وهذه الاهرامات اللي انتم بتدرسوا فيها بقالكم الاف السنين لم تكن تصنع لاجل السياحه ولم تكن تصنع لكي تزار. يا راجل ده بيقول لك في المقبره بتاعت المتوفى في مصر القديمه، من يدخل مقبرتي ويوقظني من سباتي الابدي. ده الترجمه بتاع اللغه الهيروغليفيه اللي موجوده. سوف امسكه من رقبته. يعني مش مسموح ليك الدخول اصلا، هيخنقك. هو بيقول لك كده، همسكك من رقبتك. وفي واحد قال لك ينزل عليك طائر الموت باجنحته ويسبحك من عنقك عشان ما تدخلش. كم الحاجات اللي بيخوفك انك تخش المقبره. فالمقابر المكان. فاذا نرجع لمرجوعنا للاكتشاف. فاذا لو حدث ان الاعتبار بتاعنا يبقى صحيح بان المداخل دي كلها ملهاش دعوه ولا اكزيت حتى، يعني يقول لك اصل الاكزيت، مفيش اكزيت. مفيش اكزيت الا الاكزيت بتاع الروح بتاع المتوفى على حسب اعتقاد مصر القديمه هو اللي هيطلع الخروج. طيب مش الدخول ده، مش الدخول. لا ده ولا ده بقى. طيب ده اهو كده، برافو عليكم. يبقى اذا ورا الاحجار دي لو صح اعتقادنا، ويا رب يصح اعتقادنا، ان وراها يبقى هو ده الاصلي اللي دخلوا منه حاجه. طب ده لو عشان الكلام ده يبقى مظبوط، ايه بقى اللي هم القدماء نفذوا منه او دخلوا منه؟ الله ينور عليك. وقفلوا تاني بس خلاص. مطلوب ايه بقى عشان كلامي انا وانت يطلع صح؟ مطلوب نمره واحد ان ورا الاحجار اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي دي يبقى في كوريدور، يبقى في ممر طبيعي، ما يبقاش في اوضه. لا طبيعي، ممر عشان ممر يدخل الأول. عشان يدخل يمشي كويس كده. يوصل بيه الى غرفه او يوصل بيه الى ممر اخر. شكرا، منطقي، جميل جدا. حصل ده اكتشفنا ده، واكتشفنا ان الممر واضح في الثيرموجرافي وواضح في الدراسات اللي هي ما بعد الدراسه. يبقى اشتغلنا. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى حضرتك هتسالني تقول لي طيب لو ده صح هتشيل الثلاث احجار دول؟ ما هو ده سؤال. افرض انت اثبتت ان ورا الاحجار دي في كوردر فعلا، في ممر فعلا، وده هيبقى اكتشاف بالمناسبة ممكن تسوقه سياحيا. يا جماعة احنا اكتشفنا الفتحة الاصلية بتاعتها. اصلا معلش يا دكتور، نظري حاجة يعني حتى اتجاه الاسهم اتجاه جانبي، يعني لو شلنا الثلاث حجرات دول اعتقد ان وراهم احجار اخرى. مش كده؟ انا وانت بنعتقد ده. انا اعتقد كده. طيب كم طبقة بقى لغاية لما توديني للفراغ اللي ورا لو في فراغ؟ ايوه، كم طبقة من الاحجار توصلني للممر؟ موافقك. موافقك مليون. وهو اكيد بيقفل بشكل مؤكد ان موافقك مليون في المية. بس ده ما يمنعكش ان انت بطريقه الحراريات تعرف اذا كان في فضاء ولا لا، لان الحراريات ممكن تخش لغايه جوه قوي قوي. هتنفس. مش هتقف. هتنفس طبعا. طيب طبعا تشيل الثلاث احجار واللي وراها وده ياثر على سلامه المبنى؟ اهو كده بقى. ولا ما تشيلش؟ الله ينور عليك. ده اللي هيبقى السؤال اللي هيخلي الاثريين كلهم يفكروا بينهم او ياخدوا قرار او لا. ما هو ده بينهم وبينك ده قرار العمر. ده انت كوزير اثار، يا عيني عليك، يا عيني عليك، مش عايز ابقى مكانك. انا مش عايز ابقى مكانك لو ادوني مليار يورو. ليه؟ لان انت هتاخد قرار بان التلات احجار دي لو انت سحبتها ممكن جدا، وده المصري القديم يعملها قوي لو انت تعرف المصري القديم، حاجه بالانجليزي اسمها بوبي تراب، يوقع الجزء بتاع الهرم ده او التمركز كله هيكون على المنطقه دي. ليه بيعملها؟ علشان اي حد يخش عشان يوقظه من سباته الابدي وينبش ممتلكاته يحصل له اللعنه اللي هو عايزها جوه. ومن هنا تيجي لعنة المصري القديم بقى، مش لعنة الفراعنة. هي اللعنة ما فيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة، لكن في حاجة اسمها هو بيلعنك يا بعيد يا اللي دخلت علشان تاخد الممتلكات بتاعتي. شوف اللي هيحصل لك بقى. انت متخيل في كام عالم اثارت لعنه من المصري القديم ان هم دخلوا ونبشوا الممتلكات؟ وبالتاكيد المنطق اللي حضرتك بتتكلم بيه يقول ان ورا الحجر ده بالتاكيد مش فراغ مباشر. هو بقى مش مباشر، لان هو هيحطها بطريقه. لكن هل دي ممكن تبقى فخ؟ هل ده ممكن يبقى كمين معمول للحرامي او لللص اللي يخش الهرم فيقع فوق دماغه الاحجار دي؟ ممكن جدا. طيب ده هرم خوفو، هل ده لو نجحت هذه الاشياء انها تطلع لنا نتائج هل ممكن اعممه؟ هم كانوا عايزين يعملوا اهرامات دهشور بتاعت الملك العظيم سنفرو. وخد بال حضرتك، الملك سنفرو يمتلك اول هرم مكتمل في التاريخ. مكتمل مكتمل بمعنى ايه؟ مكتمل يعني مش مدرج، مش ناقص، ها؟ مش منحني. هرم كما كامل. انت تعلم الشكل الهرم، الشكل المخروطي الكامل، المخروطي الكامل. اللي عمله مش خوفو. في ناس كتير تقول لك اول هرم خوفو، لا ده اللي بيتقال سنفرو ابوه.
ما هو سنفر وابو خوف، وكأن الابن تعلم من ابوه ويفعل ما يتمناه كل اب، ان هو يتفوق على الاب. ايوه بالظبط كده، لان كل اب عايز ابنه يتفوق عليه. خلاص. طيب سنفرو تاني اكبر هرم في مصر في دهشور، مش خفرع. تصحيح تاني يا جماعه لو تسمحوا، انت كلنا بنقول ايه، خوفو خفرع منكورع مش كده؟ اي فانت متخيل خوفو اكبر هرم ترو وخفرع رقم 2، خفرع نمره 2. لا الغي بقى الفكره دي حضرتك من كل كتبنا. سنفرو في دهشور العظيمه تلت ساعه بالعربيه بعد سقاره، بعد الهرم المدرج، هتلاقي الهرم الاحمر اللي بيسموه الهرم الاحمر، اللي هو الثاني اكبر هرم بعد خوف. اكبر يجي بعد كده بقى خاع افرع. احنا عايزين نصحح معلوماتنا تاريخيا يعني. فهذا الحدث يا جماعه انا نومينيتد كده، انا رشحته ان هو يكون حدث 2015 ويجب، كان يجب علينا، معلش كان يجب علينا ان احنا نسوق هذا الحدث سياحيا يا جدعان، سياحيا يا جدعان. مش لما نعرفه احنا هنا الاول بقى دكتور بقى يعني. واخد بالك يعني متحف سانتا في امريكا، لما خلصت المحاضرة هناك واخدوني المتحف بتاعهم، لقيت عصاية رئيس القبيلة اللي حطينها في متحف 1954. قلت لهم طب حطوا قاف ميم بي سي لحسن الناس تفتكر ان دي 1954 ميلاديا. قالوا لي لا هي 1954 ميلاديا. قلت لهم حطينا في متحف ليه؟ قالوا لي 1954. قلت لهم طب خدوا، رحت قلع الجاكيت قلت لهم خدوا الجاكيت ده حطوه، ده كمان 1954. بهزر معاه. شوف صناعة التاريخ، صناعة 1950 تدفع تذكرة عشان تخش تشوف عصاية من 1954. نعم العربيات ماشية هنا 54. عندنا انا لبس 1954. انا كنت بهزر معاك. لكن الفكرة ايه؟ الفكرة ان انت، لكن انا بقى عايز حاجة تانية. الناس اللي بتيجي تشتغل الشغل ده اللي بيحبوا مصر، الاجانب اللي بيحبوا مصر، حط تحت دي 500 خط، مش اللي بيسرقوا مصر، مش اللي بيسرقوا تاريخنا، مش اللي بيغتصبوا، مش اللي بيبيعوا اثارنا. ودي تاني حاجة سلبية انا بقول ان هي مرشحة انها تبقى نمرة واحد العالم كله اتكلم عليها. وجينا اتكلمنا على حلقة كاملة عليها هنا، تمثال سخمكة الذي بيع، انا بعتبر حدث 2015 بيع تمثالنا سخمكة من المتحف بتاع نورثامبتون الجنوبي في لندن في انجلترا. هذا هو طبعا بيع في صالة المزاد في لندن، وبيع بحوالي 27-28 مليون دولار امريكي، ما يساوي اول حادثه من نوعها في تاريخ العالم ان يبيع. معروفه يعني، هو في حاجات قبل كده حصلت بس مش معروفه قوي، جايز دي احداث، لكن دي اهم قطعه، قطعه يبيعها متحف. دي خطوره اللي حصل. افهم حرامي يبيع، افهم صاله مزادات تبيع اثارنا، دول حراميه ويجب ان هو يقبض عليهم، ولكن قوانين بلدهم بتسمح لهم بده. ما اعرفش قوانين ايه دي، لكن دي قوانين استعماريه، ده احتلال حضاري من الدرجه الاولى عشان ما عندكم فكره. يعني انت بتحتل حضاريا عن ان اثارك تتباع بره وتروح لبرايفت كولكشنز، وانت مش عارف سخمكة راح فين دلوقتي. سخمكة لما انا وقفت قدام صورته انا بقى اللي بقى لي 30 سنه بنقرا تاريخ، انبهرت من منظر التمثال. وكم التمثال ده كان معروض في متحف يا جدعان. المتحف عايز يعمل ممر زياده، عايز يعمل اكستنشن، معهوش فلوس، راح بايع تمثال لك علشان يجيب فلوس يعمل اكستنشن للمتحف بتاعه في انجلترا. ببساطة يا سلام، ببساطه كده يا سلام. يا سلام. خلاص طب معكش فلوس تقوم تبيع اثارنا. خد بال حضرتك بقى، واحد ما باعش اثار تانية غير اثار مصريه ليه؟ يعني لماذا لم يبيع تمثال اخر مثلا من حضاره اخرى؟ اشمعنى تماثيلنا احنا اللي بتتباع تملي؟ ادي سؤال رقم واحد. نمره 2، التمثال كانه منحوت النهارده الصبح حضرتك، يعني من التماثيل المنحوته اللي متاخده كذا كذا. نمره 2. نمره 3، قوانينك يا يونسكو فين؟ فدي سلبيه عظيمه. هي بتحمي الاثار بشكل عام. مش هو بيقول لك نحمي الاثار وضد السرقه ده بالتاكيد، وكل شويه مدام بوكوفا بتجي لنا وتقول لك معلش انتوا عندكم متحف ملاوي اتسرق، فانت بعت ببساطه كده مش عارف ايه. واحد يقول لي ايه بقى الكلمه بقى اللي ساعات بتضايقني شويه، ما تخليها هناك يا عم بسام، ما هم واخدين بالهم منها احسن مننا. اسف اسف قد الهرم، عارف اسف لما تبقى قد هرم خوفه كده 2,300,000 اسف. ليه بقى اسف؟ لان سيادتكم لما تبصوا على مسله رامسيس الثاني اللي هو رمسيس الثاني اللي في ميدان الكونكورد، ودي حاجه تانية فتحناها معاكم في 2015، دي من الحوادث المهمه، اكتشفنا كسروه الفرنساويين للمسله. مين اللي بيعترف بالكسر او بالشق ده؟ تقرير فرنسي سنه 99
وعلى الكنبه دي انا وريتكم صور يشيب لها او تشيب لها مفارق الولدان. البيبي اللي عامل فرق هيشيب شعره لو شاف الصور اللي انا وريتها لكم على الكنبه دي في 2015 من الكسر اللي في المثال لترمسيس ده. ده مش احنا اللي عاملينها، هم واخدين ساق سليم من عندنا المفروض بالظبط بالظبط. مين بقى اللي قال لهم خدوا المسلات دي؟ شامبوليون. يبقى كل الاسماء دي اللي انت عملت تتعظمها دي، لا معلش جنب شويه، عايز تعظم بقى اقول لك تعظيم سلام سليم حسن بيحبنا وبنحبه ومن عندنا في بلدنا. جميل. هتقولي طب والاجانب؟ هقول لك هاور كارتر شخصيا اللي في 1922 دخل مقبره توت عنخ امين في وادي الملوك. أيوة. واصبح اشهر عالم اثار في العالم. هذا الرجل جلب واحد اسمه الداري، داري ده جراح استخدم كده، الاجنبي بيقول فوربس، فوربس ده عامل ست مقابر في كتاب قد كده، ست مقابر بس مصريه في كتاب قد كده. فوربس ده كده ما بتعرفش تشيل الكتاب من كتر طول، ست مقابر فقط، اما لو كان عمل الباقي. هو اللي قايل ان داري الجراح البريطاني استخدم هوت نايفز، السكاكين الايه الساخنه، عشان يقطع يفصل الجولد ماسك الايه القناع الذهبي من على الموميا كده. حافظ قطعوا الموميا. وتقول لي الاجنبي بيحافظ على على الاثار بتاعتنا والحضاره بتاعتنا اكتر مننا؟ حضرتك نفيت وجهه النظر دي. اهو يا فندم، اهو يا فندم، وبالدليل القاطع، بالدليل القاطع وبالصور. وتم تسليم صوره المسله لمستشاره الرئيس الجمهوريه للامن القومي لما دعتني مشكوره الى الاتحاديه لتسليم ملف الاثار كلها. كل اللي انا قلته على كنبتك هنا في 2015 وما قبل هذا مع الاستاذه دولي، كل الكلام ده تسلم ورق وصور وسيديهات وفلاشات الى مستشارة الرئيس للأمن القومي لما دعتني يوم 29 أغسطس وسلمت كل الملف ده بالصور الواضحة جدا الحديثة. كان لازم نعرف أكتر من كده دكتور بسام، كان لازم نتكلم معاك ونعرف أسرار وأسرار وأسرار، مش بس الأسرار حتى بتاعت أثارنا، ولكن الخبايا اللي بتتم بيها بيع أثارنا ونشرها بالخارج. وحضرتك سألت حتى سؤال لفت نظري جدا، هو اشمعنى أثارنا احنا بالتحديد؟ سؤال مهم. ولكن قبل ما يخلص برنامجنا، لان مخرجنا بيقول لي فاضل حوالي دقيقه، اتفضل. احوال الاثريين في مصر، احوال الاثريين. انا مش اثري ولكن ليا اعرف. اولا المهيات يا مجلس النواب، بصوا على مهيات الاثريين، بصوا على الناس اللي شغاله في السياحه. دول الحاجتين اللي احنا لازم نهتم بيهم. انت بقالك خمس سنين داخل على خمس أيوة. سنه الاثار ما بتاخدش النسبه بتاعتها من السياحه. اصل الفكره ازاي السياحه تشتغل؟ تطلع النسبه من المكسب وطب. الى الاثار فيقبض بقى وكده. انا وزير الاثار السابق قال لي بس انا عندي حاجه و50 مليون كل شهر لازم اسلمهم كماهيات. هيجيب منين؟ هيجيب من السياحه، لان هو ما عندوش مصادر. وبالتالي كده انا بقول لك سوق الحاجات دي صح بقى، سوق الاكتشافات دي صح. فنمره واحد الاثريين ماهياتهم، نمره اتنين ظروفهم في الصحراء لازم تعتدل، البيوت والاستراحات بتاعتهم لازم تتظبط، الحراسه لازم يبقى معاهم اسلحه اقوى من كده بكتير، ونفس القصه مع السياحيين والمرشدين ايضا. بالتاكيد دكتور بسام كلنا بنضم صوتنا لصوتك لتحسين اوضاع الاثريين اللي هم يعنون بالاهتمام بالحقيقه في ظل الظروف اللي حضرتك بتتكلم فيها دي. انا بشكر حضرتك دكتور بسام هشام عضو جمعيه الدراسات التاريخيه، ودائما ننتظرك وننتظر الجديد والجديد في ظل هذه الابتسامه الرائعه. بشكرك مره ثانيه يا فندم. شكرا جزيلا مشاهدينا بهذه الابتسامه وهذه المعلومات الهامه بنختم يومنا النهارده. بشكركم على حسن المتابعه وبقول لكم تحياتي وتحيات زملائي فريق العمل بالكامل. اشوفكم دايما على خير، هتوحشوني. سلام.